الإسعاف الجنسي اللي كيكون عند الزوج كيفاش كيأثر على الحياة الزوجية، على الحياة الزوجية ماشي غير العلاقة اللي كتجمع ما بين رجل ومرتو في الفراش، ولكن على الحياة ديالهم بشكل عام، على العلاقة ما بيناتهم، على الاحترام اللي كيجمعهم، على الود والرحمة اللي كيكونوا أيضا بنيين عليهم. المشروع ديال الزواج واللي كنعرفوا على أنه طبعا العلاقة المقدسة ماشي غير عندنا في الإسلام، في كل ديانات وفي كل شعوب، وأنه المفروض الزواج هو أيضا سكينة اللي كيوفر كل طرف الآخر. فاليوم إن شاء الله موضوعنا فيه ما يتقال، فيه ما يتقال أيضا لأنه في الثقافة المغربية كتعرفوه لأنه كان مازال الناس كيآمنوا بأنه سحروا له، بأنه داروا له تثقاف، لأنه الراجل ما بقاش قادر يربط علاقة جنسية طبيعية مع مرته لأنه سحروا له. واش هادشي فعلا كاين؟ كيفاش اليوم غادي نشرحوا مشكل الضعف الجنسي عند الرجل من وجهة نظر الأطباء والأخصائيين؟ رفقة الدكتورة فدوى السعداني المعالجة النفسية والجنسية، صباح النور لفدوى. صباح الخير سناء، صباح الخير المستمعات ومستمعين الأصوات. وكذلك اليوم كنرحب معنا في الاستوديو ديال الأصوات بالبروفيسور أحمد المنصوري اللي جاء من مدينة مراكش باش يشارك معنا في الحصة ديالنا اليوم. صباح النور بروفيسور. بغيت أول شيء نسولكم، واش الضعف الجنسي حالة مرضية أو مشكل نفسي أو شنو هو؟ كيفاش غادي نعرفه الضعف الجنسي شنو هو؟ واش هو سحور؟ واش هو حاجة أخرى؟ معروف بأنه طابو بالنسبة للمجتمع ديالنا، ولكن التطور اللي تعرفه المجتمع هذا الطابو غادي يتنقص، بحيث أن الطبقة المتعلمة في المجتمع وخصوصا النساء ولو تتجرؤوا وتناقشوا هذا المشكل مع الأزواج ديالهم. وبغيت نذكر بأن المستشفى الجامعي ابن رشد كان دار واحد الدراسة حول أثر الضعف الجنسي على الزوجين، وتبت وعطى أرقام، بغيت نقول لك أرقام خطيرة، لأن أرقام خطيرة اللي هذه الدراسات تبتت على أنه 75% أقول 75% من النساء المغربيات المتزوجات غير راضيات وغير مرتاحات جنسيا. 75% ديال النساء، 3/4 النساء المتزوجات غير انهم با ساتيسفيت سيكسوالمون، وهذا الشيء تيؤدي بهم الاضطرابات النفسيه. وهذه الاضطرابات النفسيه كتختلف في الدرجه ديالها ما بين تتبدا بالتوتر والقلق، ممكن توصل للاكتئاب. نعم. وملي نتكلموا على الاكتئاب، بان الاكتئاب يقدر يدي للانتحار. اذا مشكل جدي ومشكل معقول اللي خصنا ناخذوا بعين الاعتبار وبجديه، ونقوموا بكل ما يجب من توعيه ومن تسهيل الخدمات العلاجيه والتواصل، خصوصا التواصل. وهذا التواصل هو في نظري انا شخصيا هو من مسؤوليه الاطباء و الباراميديكال والممرضين والتقنيين وخصوصا الاعلام. انا بغيت نسولك بروفيسور، هذا الموضوع قلتي على انه اليوم الناس ولاو كيتجرؤوا يهضروا فيه، واش مازال خاصنا نزيدوا نهضروا عليه؟ واش مازال حشومه وعيب وعار انه مراه غتجي تقول للطبيبه او طبيب راه عندي مشكل جنسي مع الزوج ديالي اللي عنده ضعف جنسي؟ واش مازال هذا الحاجز هذا؟ انا شخصيا عندي ممارسه في هذا الاختصاص تقريبا 30 سنه وانا تنشغل، ولاحظ بانه كاين واحد التغيير عميق في المجتمع المغربي. نعم. بعد انه فاش كنا في بدايه التسعينات حتى الرجل ملي تيجي عندك للكشف ويقول لك عندي ضعف جنسي ما تيقدرش يقولها، كان تيجي وتيعطيك اعراض بطاغ اللي ما عندها حتى معنى، وهذيك الاعراض كلها هي تحوم حول العضو التناسلي ديالو. نعم. تيقول لك الدكتور تيضر هنا، تيوجع هنا، هنا تيتنمل ليا، باش خصك انت كطبيب انت اللي تبادر وتقول ليه كيدير عندك الانتصاب. ايه. تماك تتنفسوا عاد يبدا يقول لك. هادشي في التسعينات، في بدايه 2000 ولا الراجل تيجي تيقول لك راه عندي مشكل، عندي مشكل هذا. ولكن الشيء الايجابي في مجتمعنا هو ان المراه المغربيه اصبحت تتجرأ وتتهز التليفون وتتصل بك تقول لك الدكتور الله يخليك
رجلي عنده مشكل ديال الانتصاب، عنده ضعف جنسي، عنده اختلاف الانتصاب، امتى يمكن لي نجي عندك بغيت موعد؟ وهذه قفزه نوعيه مهمه في المجتمع، وهذه هي المدخل الاساسي لعلاج الضعف الجنسي. علاش قلت لك المدخل الاساسي لعلاج؟ لان 30 سنه هذه كنا يلاه تنقدروا نعالجوا 20% في الحالات، اليوم الان يمكن ناكد لك جميع الحالات كيف ما كان السبب. دابا نتكلموا على السبب وكيف ما كانت الفئه العمريه. نعم، كل شيء عنده العلاج، والعلاج ناجح وناجع 100%. حسب الارقام والاحصاءات الدوليه، الضعف الجنسي حاله اللي هي منتشره عند الرجل، واللي غالبا كتجي بدايه من سن الأربعين، ولكن ايضا كاين دراسات وارقام اللي كتقول على انه ايضا شبان ديال في العشرينات في الثلاثينات عندهم المشكل. دكتوره فدوى السعداني المعالجه النفسيه والجنسيه، شنو هو الضعف الجنسي اليوم نتوما الاخصائيين، واش كتعاملوا معاه لانه مرض او اضطراب؟ كنظن بلي كنتعاملوا عليه اساسا انه اضطراب، لانه هو اضطراب في لا فونكسيون سيكسوال، اضطراب في الاداء الجنسي ديال الرجل، غير هو الاسباب ديالته كتكون مختلفه. نعم. كاين الاسباب اللي هي عضويه واللي ربما غادي تبان في عمر ربما متقدم اكثر، الا البعض منا اللي كتقدر تبان في الصغر، وكاين اسباب اخرى اللي هي اكثر نفسيه، وهذيك الاسباب النفسيه هي اللي غادي نشوفوا ربما اكثر عند الشبان، اضافه على ان هذا الاختلال او الاضطراب يقدر يوقع بعض المرات غير على شكل فشل يومي، يعني واحد اون بان ديال داك النهار، يعني واحد النهار كيوقع عطب، ولكن هذاك العطب كيف ما بغات تكون الاسباب ديالو كيقدر يتولد منه واحد التخوف من العلاقه الجنسيه، واحد التخوف من انه يعاود يمشي له الانتصاب، ومن ثم كيدخل في مشكل ديال اضطراب الانتصاب اللي هو مشكل نفسي 100%. المشاكل العضويه غادي يهضر عليها احسن مني بروفيسور المنصوري، هي كثيره وعندها العلاجات ديالتها. المشكل ديالها حتى هي انها مع الوقت كتزيد تولد لينا مشاكل ثانويه اللي هي مشاكل نفسيه اللي كتضيف في المشكل العضوي الاساسي اللي كاين، دونك كيولي واحد الوقت كتولي الامور مركبه. عادي لازدنا عليها رده الفعل ديال الزوجه، عادي لازدنا عليها كيفاش غتعامل هي مع الموضوع، واش غادي مثلا واش كتبغي تحمي راجلها من هذا الفشل وان ما تهضرش معاه في الموضوع، او لا بالعكس كتكون عندها واحد الغضب عليه علاش اللي ما يلقاش حل، علاش اللي ما هذا، وكتقدر بعض المرات كتقدر تكون عنيفه مع الراجل ديالها، بعض المرات ما كتعرفش كيفاش انها تتعامل مع الموقف، كتحس براسها باللي هي ماشي فعاله، الي امبويسونت محبطه ما عارفاش شنو دير، وعاد هادشي كله كيأثر في العلاقه ديال الزوجين ولو خارج الفراج ولو خارج العلاقه الجنسيه، يعني في الحياه اليوميه، في الحياه اليوميه، لان كيولي واحد الموضوع اللي بالنسبه لهم موضوع كيضر، يعني ممكن يتناقروا على الملحه وعلى الخميره وعلى التقضيه وعلى الدراري وعلى التلفزيون، يعني كيولي كل سبب يقدروا يولي سبب ديال الخصومه. علاش؟ لان كاين مشكل جنسي اللي هو مطروح، واللي عاوتاني هنا غنهضروا على مشاكل ربما اخرى، هي ان الصعوبه في التواصل بين الزوجين كتزيد تكبر المشاكل الجنسيه، وخاصه منها المشكل ديال الطفل. وحنا الحمد لله على اصوات ما عندنا حتى شي مشكل ديال التواصل، بالعكس حنا كنقدموا لكم كل هذه الخدمات باش نعتنيوا بك لاله براحتك بصحتك وبتوازنك. اكيد غادي ناخذوا مستمعاتنا اللي هما معنا على الخط وبغاو يحكيوا لينا القصص ديالهم. غادي ناخذوا فاطمه الزهراء من اسفي اللي يلاه تزوجات وكاين مشكل مع الزوج ديالها، معنا كذلك رشيده اللي غادي كذلك نسمعوها، ومعنا كذلك ملك من قلعه سرغنا او ام ملك. صباح النور ام ملك. ام ملك صباح النور. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك معنا في المباشر. ربي يخليك بارك الله فيك، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك يا أم مالك، شخبار العاتق لاباس عليها؟ الحمد لله ربي يخليك. أم مالك تفضلي، معك دكتورة فدوى السعداني ومعك الدكتور والبروفيسور أحمد المنصوري، فاحنا يا شنو المشكل؟ أنت واش كتعيشي هاد الضعف الجنسي مشكل مطروح عندك مع الزوج ديالك؟ أييه كنعيشوه. أييه كيفاش كتعيشي؟ احكي لنا. برا تيميتي يدخل راجل للدار تيكون مع الصاب وسميتو، فهاديك اللحظة ديال الجماع بينو وبينو أييه كنكونوا مزيان، غير كي بيو صمي ولا شي حاجه كيجي الفشل. نعم، وهو اصلا عصبي كيتعصب، كيكون بخير برا، ومني كيدخل كندوي معاه انا ولا شي حاجه ما كيبغيش يجاوبني ما كيبغيش. نعم، شحال هذه الوقت وانتم مزوجين ام ملك؟
عندنا بنية دروك ليا عندها عام إيه زوجين دابا أربع سنين. وهذا المشكل واش تطرح من الأول ولا هذا الشيء عاد بان؟ لا يلاه عاد بان يلاه واحد الشهر هذا والله شهر دي شهر نعم ومالك وانت هذا الشيء هضرتي فيه انت وزوجك؟ هو فراسه وهو تيقول لي غنشوف انا طبيب ايوا مشى شاف الطبيب؟ لا مازال نعم شحال في العمر ديال الزوج ديالك مالك؟ مالك؟ عنده 39 سنة. هو كيكمي كيستعمل بعض المرات شي مخدر ولا شي حاجة؟ ها؟ هو كيكمي الكارو؟ لا عنده شي بلا؟ عنده شي بلية؟ عنده شي هذا لا؟ لا ما يعني اللي كي التغيير اللي انت لاحظتي يعني انت كتقولي هو ديما معصب ماشي حد جديد عليه هاد التعصب هذا هو ديما معصب هو هكا اصلا وكتحسي بلي تزات هاد الحاله ديال التعصب في هاد الاواخر هادي المشاكل ممكن تقولي لي هاد المشاكل هادشي واش ما عرفتيش اصاحبي وملاك انتيا قلتي ايضا المخرج على انه الزوج ديالك عنده علاقات اخرى كيخونك لا 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 ما عندوش لا انا على حسب سميتو ديالي انا ما عمرني شفت عليه شي حاجه نعم مزيان اذا حنا شنو غادي نقولوا الام مالك او ناخذ ربما اسئله اخرى وعاد نرجعوا تفضلوا شنو نقولوا الام مالك لان هنا يلا كتقول بدا المشكل هذه شهر المشكل يلا بدا شي حاجه شهر شي حاجه ربما جديده ربما نخلي البروفيسور المنصوري الراي ديالو انا في نظري القلق اللي كاين والتوتر في العلاقه هو ناتج على الضعف الجنسي لان ملي قلت لك تيفشل لان ما درناش تعريف ديال الضعف الجنسي هو غياب الانتصاب او عدم القدره على الحفاظ على الانتصاب حتى يوصل الرجل القذف اذن هذا قبل ما يوصل النشوه ديالو وهذا الشيء بالنسبه لي وحسب الثقافه ديالتنا الثقافه اللي في مجتمعنا هذا الشيء تيمس بالكبرياء ديالو تيمس بالنخوه ديالو بالرجوله ديالو بالفحوله ديالو بعد انه ما تيرضى حتى قدام مرتو تيحس براسو بانه ضعيف قدام مرتو ومن هذاك الضعف تيدفعو باش يولي اغريسيف معاها كي قالت هي تيقول لي المشاكل والمشكل الحقيقي هو هذا وكيف قلتي انت يا استاذه سناء قلتي تيبداو يتخاصموا على طعام كثيره فيه الملحه هذا كلها هي غير تغطية على المشكل الحقيقي والمشكل الحقيقي حتى واحد ما تجر يقوله ولكن اللي بغيت نقول الأم مالك بما ان الرجل ديالها وعدها بانه غيمشي يشوف طبيب واعي على انه كاين مشكل وهي كذلك واعيه مني قال لي غادي نشوف طبيب هذه خطوه مهمه جدا ولكن اللي بغيت نقول له خصو يمشي يشوف طبيب اختصاصي في الضعف الجنسي يعني واش اختصاصي في الضعف الجنسي ولا في المسالك البوليه بحال باش نزيدو ندققوا ايضا في هذه النقطه هذه هو الطبيب ديال المسالك البوليه هو الطبيب ديال الضعف الجنسي اذا غادي يمشي عند نيورولوج يعني اختصاصي في المسالك البوليه وهذا الشيء هي تمشي معاه مثلا واش هذه شي خطوه اللي كتشجعوا عليها انه الراجل غيمشي تكون مع الزوجه ديالو ولا يمشي بوحدو لا من طبيعه الحال لان ما كاين حوايج اللي خصنا نوضحوها للمستمعات والمستمعين الكرام كاينين ثلاثه العوامل اللي تيعمقوا هذا المشكل ديال الضعف الجنسي داخل الاسره نعم كاين المشكل الاول واللي بدا تينقص هو مشكل الانكار بحيث الرجل كتقول له كيدير عندك الانتصاب تيقول لك انا بخير انا عندي الموتور نحيله انا كندير ما تيقدرش يعبر عليها هذا الانكار خطير من واحد تينكر اذا ما باقيش يمكن تزيد معاه لقدام كاين واحد المشكل اخطر هو المراه الغير المتعاونه بان اقبح صوره اللي يمكن نعطيو هو من الراجل تيكون حاله ضعف جنسي ولا فشل وكتقول له المراه نوض نتا كاع مع راجل بحال تعنطو بسكين كتزيد تعمق المشكل بالعكس المرأة تقول ليه ما كاين باس وهذا الشيء راه تيتعالج وراه مرض بحال ضرك الضرس ومشيتي عند الدونتيست او ضرك المعده ومشيتي عند غاسترو هذا بانه
الى قدرنا نوصل الرساله بان الضعف الجنسي راه مرض كباقي الامراض وليس عيبا، راه غادي نكونوا خطوين خطوه مهمه قدام. معنا نبيله، معنا كذلك رشيده من اكادير. اهلا بك نبيله، صباحك سعيد، مرحبا على راديو اسوات. شكرا اختي سناء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباحكم مبروك. الله يبارك فيك علينا وعليك. كنسلم على الدكاتره اللي معاك، شكرا بارك الله فيكم على هذا البرنامج. مرحبا بك حديث مغزل، الله يبارك فيك. شكرا. تفضلي شنو السؤال ديالك نبيله؟ انا تقريبا عندي نفس المشكل اللي عند فاطمه ساره. ايه هذا بمثلا اللي غادي نقول لك، انا راجلي تا هو عنده هذا المشكل هذا، الا ما تقربتش منه يعني ما يعني عنده كيكون ما عندوش الرغبة كاع نهائيا، يعني بان على مدة 15 يوم يقدر يجلس حتى 20 يوم يعني، فهمتيني؟ هي شحال هادي باش تزوجتو؟ تقريبا تبارك الله 16 عام هادي. عندكم الوليدات؟ نعم لا عندي ثلاثة الوليدات. هادشي كان قديم ولا عاد بان؟ لا تقريبا نقول لك قديم، يعني تقريبا منين تزوجنا وحنا كان هاد المشكل هذا. منين تزوجتو هو ما يعني ما كيجيش لعندك؟ آه هو اللي فاتحك في الموضوع ولا ياخذ المبادره؟ انت اللي خاصك تمشي عند راجلك. انا ديما خصني ناخذ المبادره انا، والمشكل اللي عنده قبل ما تيكون الجماع تيكون واحد ما كثير بزاف، ما عرفاش هذا المشكل هذا مناش. وفيما تنقول ليه الطبيب تيقول لي ايوا هادشي اللي عاطي الله، ما عندي ما ندير. هادشي اللي عاطي الله. بروفيسور المنصوري دكتوره فدوى، شنو نقولوا لنبيله اللي هي معنا على الخط من مدينه الرباط؟ سؤالها مهم. هنا كنشوفوا باللي بعدا كاين اشكال ديال الرغبه الجنسيه من النهار الاول في العلاقه الزوجيه، يعني من يالله بداو في الزواج ديالهم الى يومنا هذا ما كاينش تغيير في الرغبه الجنسيه عند الزوج، يعني كنعاودوا نرجعوا بحال نفس الحاله ديال فاطمه الزهراء ولكن ب 16 عام ديال التطور. وهنا المشكل الكبير هو هذا الرفض وهذا الانكار اللي هضر عليه قبيله البروفيسور، واللي كيخلي ان الباب كيتسد. يعني العلاجات ممكنه، الوضعيه ممكن تحسن، بزاف الامور تقدر تجرى، ولكن ما حد الزوج كيبقى في هذاك الحاله الانكار كيسد الباب على اي محاوله اللي تقدر تجي لا من عند الزوجه ديالو او لا ربما حتى من عند طبيب او كذا. هنايا ربما نبيله تقدر تكلم على هي على نفسها، يعني باللي هي يمكن باغيه ان حتى الزوج ديالها يرغب فيها، ان ربما ان حتى هي عندها احتياجات، ان كتبغي حتى هو يتقرب منها، ان ماشي ديما هي اللي تجي منها المبادره، وربما تقدر تقول له يعني اجي نمشيو نشوفوا طبيب اللي هو اخصائيه ديال المسالك البوليه، او الى هو ما كيتقبلش باللي راه موضوع عضوي او مرضي او كذا، يقدر هنا يلجؤوا مثلا هنا ربما اكثر يلجؤوا لطبيب نفساني باش يعبروا على التواصل بيناتهم في الكوبل ويمكن يدوز له بهذه الطريقه. انا غنرجع لك نبيله، ملي كتفتحي زوج ديالك في هذا الموضوع كتبغي تهضري معاه وتفضفضي له، كيفاش كتهضري معاه؟ كيفاش الكلام مهم، كيفاش الانسان غادي يبدا الحديث في هذا الموضوع باش يوصل لتحقيق الهدف انه غيمشي للطبيب؟ كيرفض يعني كيرفض نهائيا. من تنقول ليه شوف هادشي راه عياني انا ما بقيتش كنستحمل وهذا، ما كيرفض نهائيا. يعني هادشي اللي عاطي الله ما يعني انت ما عندوش شي رغبه للتغيير. يعني انت كتهضري على راسك، ما كتقوليلوش انت فيك المشكل، كتهضري على راسك انت كيفاش كتعيشي. لا كنهضر على المشكل ديالو، لان انا اللي تعانيت في هذا المشكل هذا اللي عنده، بدرجه ان صافي ما بقاتش عندي رغبه نهائيا. نعم. يعني ما بقيت نحسن حتى شي حاجه. شنو الاحساس اللي تكون عندك نبيله من بعد 16 سنه وهادشي اللي كتحكي لنا، كيفاش كتحسي براسك اليوم؟ يعني كنحس عادي، يعني كنقول صافي نصبر وهادشي اللي عاطي الله ونكبر وليداتي صافي، هادشي اللي كنقول. ما كنتمنى باقي حتى شي حاجه. بروفيسور منصوري. لا نبيله، المشكل ديالك طمنا بان عنده الحل. اولا الزوج ديالك اللي كتناقشي معاه هذا، كاين واحد الحاجه اهم اللي تيخص المراه تشعر بها، هو قضيه الاطاره عند الرجل. تيخص المراه ملي تيجي الرجل للدار تيخص يلقى واحد الجو ملائم اللي يخلق له اطاره،
مثلا كاينين شي عيالات اللي ملي كتكون خارجه للزنقه تتزين وتقاد وتلبس الحوايج الزينيه تدخل للدار وتتلبس هذوك الحوايج القدام ديالها وتتعاود شعرها مخرقه وهذا هذا الشيء كتخرج البيجامه اللي عندها خمس سنين وتتجبدها وهذا الشيء تيخص الاثاره يعني الاثاره او الرغبه كيفاش تهي لا لا الا بغينا نشوفوا المعاشره الجنسيه عندها اربعه ديال المراحل المرحله الاولى هي الرغبه عاد الإطارة عاد الانتصاب عاد المعاشرة الفعلية عاد القذف نعم. النهاية الرغبة هو تكون جاية عنده تيجي يكون جاي بالرغبة مي تيدخل ما تيعجبوش الجو في الدار ما عليش مرة إلا كطلات شوية ديال الحنة في راسها مرة ماشي ديما وعبتني بحال قلت واحد الجملة لنبيلة قلت لك أنا كاع صافي ما بقاتش عييت وتنصبر وتنفكر ولادي هذا الكلام ديالها كاين ديجا كاين رد فعل نعم ورد فعل ديال التقليقه وهذيك التقليقه غادي تكون معها تغوبيشه وغادي تما تبتسم لي اذن هادشي كله وانا كنرجعوا للاطاره لانه مادام تتكون معاشره جنسيه طبيعيه وناجحه اذن كاين لي اختلال في الانطلاقه وما كاينش دماغي في الرجل نعم تيكون الرجل وتيكون إذن هنا تنحيد المشاكل العضوية كنشوفوا المشاكل النفسية ومن المسائل النفسية هو إطارة من طرف المرأة تيخص المرأة تتجمل وتقاد وتحضر رجلها وتدير لي بارفان هادشي راه كله هو يستيميل لهم وهذا الشيء يعني كيف كي قلتي كيدخل الرجل والمراه في واحد دوامه الاحباط هو ما دارش رد الفعل احباط عاوتاني كيولد رد فعل هنا ربما نعم دكتورة واحد الاضافه لنبيله هو ان كاين العيالات ما كيبغيوش انهم هما اللي تجي منهم المبادره وهذه حاله اللي كنشوفوها عند الاغلبيه ديال النساء مره تجي من عند المبادره كتقبلها ولكن انها ديما تجي من عند المبادره كتولي تقول لك لا واش انا ما مرغوبش فيا وكتخاف حتى من حاجه اخرى هو من انه يقدر يرفضها ومن يقدر هو كيرفض العلاقه الجنسيه كتعتبره رفضها هي كانسان ماشي رفض العلاقه الجنسيه دونك اللي نقدر نقول نبيله هو راه كان ممكن يوصل لواحد التوازن في علاقتهم الجنسيه مادام تمني هي كتبادر كيستجيب ولو مره في 20 يوم مره في 15 يوم يعني كيبقى ان ممكن تكون متعه في العلاقه الجنسيه وفي الحياه الجنسيه ولو ما تكونش الكثره دونك هنا ربما نبيله في محل ما تفرط في حياتها الجنسيه تقدر تاخذ الى هي ما كديرش هاد الامور ديال الاطاره بالنصيحه ديال البروفيسور المنصوري انها تضيف حياتها هذاك الجانب ديال لا سيدكسيون ديال الاطاره ديال انها هي تكون كتبين الاستعداد ديالها تزيد تبقى تكمل في المبادره وتعبر على الرغبه ديالها الجنسيه وتحاول انها العلاقه الجنسيه يشوفوا كيفاش يحسنوا من الجوده ديالها كيفاش تكون ممتعه اكثر وتفكر في الجوده اكثر من في الكثره وربما تقدر تلقى توازن هكذا وهذا المساله كنت سبق لينا هضرنا عليها اسمح لي بروفيسور انا نرجع لك هذه المساله كنا سبق لينا تكلمنا عليها خاصه في البيت اللي كيكونوا فيه تبارك الله الوليدات كيجري وكيلعبوا ماما بغيت هادي ماما بغيت هادي انه الرجل والمراه ما بقاوش كيلقاو وقيته اللي يعيشوا في هذه اللحظه الحميميه مع هذا الليل والليل كيكون متعوب هي متعوبه كيمشي وتلغد ليه وهكا كتبقى يعني الحياه بحال كتسرقهم شويه اذا شويه النظام حتى هو مهم بروفيسور المنصوري انا اتفق مع الدكتوره فدوى السعداني بان تيخص الاصرار يجب هاد المرأة باش تلح باش ديما تبادر هي وما قالت ليناش الا نبيله هي هي مازال معنا هذا الخط ما قالت ليناش اشنو اش تيشتغل الزوج ديالها تجاره في التجاره تيمشي الصباح بكري وتيجي حتى العشيه تيمشي تقريبا من 8 هكا المهم عنده التوقيت مقسوم من 8 حتى 12 من 2 ل 6 عادي دوك عنده عمل عادي ماشي مشكل لانه الا كان عنده عمل اللي فيه متعب وهذا نقدروا نقولوا بانه تيجي عيان في هذا الاتجاه بغيت نسولك بروفيسور منصوري واش حسب الدراسات كاين اوقات مثلا اللي هي ربما غادي تساعد على انه تتم العلاقه الجنسيه ما بين الزوجين على احسن شكل مثلا فاش يكونوا مرتاحين ممكن يكون صباح الليل صباح الليل العشيه ما كاينش مثلا يعني ميول او وقيته في اليوم اللي نتوما كاخصائيين غتنصحوا بها لا وفاش يكونوا مرتاحين مثلا اللي عنده اعمال شاقه راه تيجي عيان في 8 الليل ولا 9 والكثره اللي كان في شي مدينه كبيره بحال الدار البيضاء ويشد جوج طوبيسات وهذا الشيء وتيكون دار
40 عام ولا 45 عام تيبدا تيبان العياء. إذن الوقت اللي تيكون مرتاح هو جسديا، ولكن ديما كاين الدور ديال المرأة. الدور الدور ديال الإطارة هذه مع الأسف في مجتمعنا القضية المرأة ما كتعطيهاش ما تستحق من إذا نبيلة الأفكار والنصائح ديال الخبراء ليك هيا باينة. حسيتي بالحاجة أنك تمشي لطبيب غادي تشوفي مع راجلك تمشي وعند معالج نفسي وجنسي أو عند طبيب مختص في المسالك البولية؟ نبيلة كنتمنى لك التوفيق، الله يعاونك نبيلة، وما تفقديش الأمل لأنه الحياة كتستمر، ونهار غيمشي وليداتك غتلقي راسك راس الزوج ديالك. فكري في شنو جاي، فكري في انه دابا خصك تبني الغدا ان شاء الله، ومتمنيتنا لك بوافر الصحه والسعاده نبيله. غادي ناخذ رشيده اللي معنا من اكادير قبل ما ناخذ ام امل، والوقت طبعا كيلحق علينا موضوع جد شيق وفيه الكثير من الاسئله. اهلا بك رشيده من اكادير. اهلا وسهلا. السلام عليكم، مرحبا بك معنا في حديث ام غزال، احنا مباشره على راديو اصوات. ندخلوا معاك لصلب الموضوع ياك رشيده. هي شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديال اختي، انا تقريبا جوج سنين هذه 8 سنين راه معايا مداد زعما كما قلتي في النعاس وفي كل شيء كنا مقادين تقريبا هذه عامين. هذه عامين واخا مشات مع الفراش كيوصلني كيفشل. نعم تيفشل هي ومع المده مع المده وكنحاول انا كما قالوا هضروا الناس انا واخا هكاك زعما كنحاول معاه كما قلتي دابا وقت الغدا كنمشي ندير كلشي ديال الغدا كنقاد كنصايب كندير الريحه كندير كلشي يلاه يبوسني صافي ووصلتو في العشيه ثاني اللي سميتو ندير الكوتي زوين ندير كلشي ونجيب ليه نقاد ليه وانا يلي عند العشيه يد صافي ما بقات كيحاول معايا كيمشي حتى كان عندو قد نعم وكيسميتو ما بقاش راضي قدامي نعم بقاش راضي ما كيرضاش صافي وفاق العيا الفراش دابا عامين هذه عامين هو كاين اسبوع كذا وانا يعني ما بقاش كاع كيدير محاولات دابا يعني دابا كيدير محاولات مثلا اللي كاع كان قلت كنتفرجوا في الصيف راه ولا حاجه كلشي حداه ونحاول معاه وكلشي ونقول له ويبقى جالس نعاود نشوف شي محاوله نعاود ثاني يقول لي لا لا انا ما انا ما شوفي ما ديري الراس كنت اللي ما عرفتش ان الكلمه انا هو هذا ولكن ما عرفتش. شحال في العمر ديال الزوج ديالك رشيده؟ كبير زوجي راه تقريبا عنده 59 عام 59 سنه. أظن هنا هي الجواب ديالك غادي يكون عندك المنصوري 59 سنة 59 سنة باش نلخصوا بقات لنا 4 ديال الدقائق ومازال غادي ناخذوا أم أمل. طريقة باش جاوبت لنا رشيدة قالت لك راجلي كبير عنده 59 سنة. لا رشيدة راجلك ماشي كبير باقي صغير وباقي تكون عنده ممارسة جنسية عادية. هذا الفشل اللي بدا منذ سنتين تيخصو يشوف الطبيب باش نشوفوا اللي يكون عنده تدرس عا يقدر يكون عنده مرض السكري وما عرفوش لان مرض السكري تيشكل 75% ديال الاسباب ديال الضعف الجنسي. نعم يقدر يكون عنده مشكل اخر تكون الاطاره نقصات لان دابا شحال من مره تجي تقول لك انا تجوج دابا هذه عامين كنا تنعسوا مزيان بخير وعلى خير ودابا داك الشيء نقص اضطر الراجل ملي ديك الاطاره مع المده كتنقص إذن تيبقى ديما التعامل ديال المرأة مهم. ولكن لا رشيدة قالت لك بأنك كدير جميع المحاولات وكتهلا في هذا تيبان لي أنا تنعتقد 59 سنة تيخصو أن بيلون تيخصو نشوفو السكر نشوفو الهرمونات نديرو الشرايين نديرو واحد الاختبار لو تيست ديغيكسيون هذا اختبار الانتصاب اللي كنديرو واحد الحقنه تحت البروستا غلاندين وهاد الحقنه كتعطي تمدد ديال الشرايين باش كتشوفوا التفاعل ديال الجسم كنشوفوا واش الشرايين خدامين مزيان ولا ما خدامينش واش مشمعين واش ولاو سكليروزي واش هذا يعني بحال لي تيست ديال القلب بحال تماما. وتيخصو الطبيب وتنقول لك واحد الرساله العلاج موجود والعلاج ناجح 100%. يعني الناس اللي عندهم داء السكري وحالات كثيره اليوم والكثير من السيدات اللي كيعيشوا فعلا هذا المشكل ديال الفشل عند الزوج، شنو هو الحل؟ هو يمشيو يديروا هذا لو بيلون يديروا التحاليل والعلاج اللي كتقترحوا عليهم. العلاج ديما فيه مراحل. نعم المرحله الاولى هو علاج دوائي كنعطيوه
تنشوفوا اش اللي ناقصو، نقدر نعطيوه فيتامينات، نقدر الى لقينا معصب نعطيوه مهدئات، اذا لقينا عنده ما عندوش رغبه جنسيه كنعطيوه منشطات جنسيه. هادشي اللي ولينا كنسميوه دابا الحبه الزرقاء، وهذا المهم باش نقول الاسماء. ومني ما تتكونش نتيجه كندوزو للعمليه الجراحيه. العمليه الجراحيه هي الزرع ديال دعامه الانتصاب. هذه عمليه جراحيه بسيطه كدير ما بين 15 دقيقة حتى 30 دقيقة، وتكون فيها التبنيج موضعي، بمعنى ما تكونش تبنيج عام، ويمكن تدار المريض في الصباح ويخرج في حاله من الكلينيكا ولا المستشفى في العشية ويعيش حياته طبيعيا لغد ليه، تولي عنده انتصاب ديال شاب ديال 18 سنة ومضمونة مدى الحياة، واخا يكون عنده 90 سنة في عمره يبقى ديما عنده الانتصاب ديال شاب ديال 18 سنة. لا مادام قلتي 90 سنة كاين زيد سيدتي غيقول لك بلاش خليه كيف هو، كاين اللي عنده 90 سنة يمشي يجي يدير لها المرة الثانية ولا شي حاجة. حنا غادي نجاوبوا على السؤال ديال أم أمال اللي معنا من فرنسا، سؤال أخير، موضوع مازال إن شاء الله في غادي نقولوا ونرجعوا له لأنه حصة ما كافياش. أم أمال أهلا بك معنا من فرنسا. السلام عليكم اختي سناء. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك وشكرا لك والدكتور والدكتوره. الله يبارك فيك يا ام امل. الزوج ديالك الزوج ديالك عنده 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 مشكل، شنو هو هذا المشكل بالضبط؟ وخاصه انه شفتوا مجموعه ديال الاختصاصيين بفرنسا. وي دار تحاليل، دار المهم مشى عند اختصاصي، كل شيء تبنى، وعنده شويه ديال الكوليسترول. نعم. ماشي بزاف، ما كيطلعش زعما بزاف، 1.67 1.70، ما تياخذش عليه ني ميديكامون ني حاجه. نعم. واختي والله ما نكذب عليك ما عرفناش واخا شنو هو المشكل، شرحي لنا المشكل الاصلي. ما نقدرش نقول انا ما عرفتش. لا يعني واش عنده فشل، عنده ضعف جنسي، عنده ما كيقدرش على الانتصاب. لا اسمحي لي ام امل، دابا حيت ما هضرناش على الموضوع هذا، مشيتي مع لي بيلو ما هضرنا، ما عرفتش شنو هو المشكل. يعني دابا الزوج ديالك شنو المشكل، ان ما عنده ما كيقدرش ينتصب او كيكون انتصابه من بعد فشل، اشنو هو المشكل اللي جاري دابا؟ من الديبار ديكون كيقدرش. شحال هادي وكاين هاد المشكل ديال الانتصاب، شحال دابا الوقت؟ نقول لك هادي تكون شي عام ونص. عام ونص، هادشي جاب شويه بشويه. شحال عمره؟ عمره 58 عام. 58. يلا غادي نجاوبوا على ام امال باش نختموا الحصه ديالنا اليوم، شنو نقولوا لها؟ بروفيسور منصوري. الكوليسترول اللي كان طالع هذا ما تيعنيش بان راه هو اللي متسبب الضعف الجنسي. تيخص اختبارات اخرين، تيخص خصنا نشوفوا ليه الهرمونات، خصنا نشوفوا ليه الهرمون اللبن ولا هرمون الحليب البرولاكتين، خصو يدير لا تيستوستيرون نشوفوها، وخصنا نديروا ليه الاختبار. ولكن واحد الحاجه اللي بغيت نقول لها، ماشي غير في فرنسا وشافت الاطباء في فرنسا بان راه صافي راه تفقد الامل، كاين كفاءات هنا في المغرب اللي تتجاوز الكفاءات الفرنسيه فعلا. وحنا انا حنا في مراكش دابا ولاو تيجوا عندنا المرضى من اوروبا فعلا، تيجوا من الخليج العربي، تيجوا من اوروبا كلها، تيجوا من فرنسا، تيجوا من بلجيكا، تيجوا من السويد، تيجوا من النرويج، وتيتعالجوا هنا في المغرب في مدينه مراكش. وفعلا يعني راه السمعه ديال البروفيسور منصوري سابقه، هذه انا نقولها بكل صدق وامانه. فيعني انه ما خصهمش يقولوا صافي جربنا ما لقيناش، مازال خصهم. لا ملي ما كاينش في فرنسا صافي ما كاينش. كاين كفاءات كثيره من غير البروفيسور حمد المنصوري، كاين كفاءات كثيره في المغرب اللي خص يفهموا الناس، هو انه اختصاص ديال الليغولوجي ديال جراحه الكلى والمشاكل البوليه. الطبيب الاختصاصي ما تيعملش كل شيء لان فيه بزاف، كاين زرع الاعضاء، كاين السرطان، كاين الامراض العاديه البروستات وهذا، وكاين لوندغولوجي او الامراض الذكور. ماشي جميع الاطباء اللي دايرين ليغولوجي راه تيديروا لوندغولوجي، تيخصو يشوفوا طبيب اللي تيعمل لوندغولوجي اللي تيدير امراض الذكوره.
بحال لي بسيكولوج ولا لي بسيكوثيرابيست راه ماشي كلهم دي سيكسولوج فعلا خصنا نشوفوا ان سيكسولوج. دابا اللي غنقول لك ام امل هو خذوا واحد الوقيته ودخلوا للمغرب ان شاء الله غادي ترجعوا بخير وعلى خير لفرنسا. كلمه اخيره باش نختموا دكتوره باش نضيف كلمه لان ما هضرناش ربما بما فيه الكفايه على الاسباب النفسيه لان كاين عود حالات اللي كيكون تخوف من عدم الانتصاب كيخلي ان ما غاديش يخلي ديك الاثاره الجسديه توقع وما غاديش يخلي هذاك الانتصاب يوقع لان التخوف ديالو من عدم الانتصاب كيخلق المشكل. دونك كاين جانب نفسي اللي حتى هو خصنا نردوا له البال ملي كنتاكدوا باللي المشكل العضوي يتعالج يا انه ما كاينش كيخصنا نشوفوا حتى المشاكل النفسيه لان بزاف ديال الشبان كيكون عنده بعض المرات هو ما راضيش على العضو الجنسي ديالو كيعتبره صغير كيعتبره ماشي هو هذاك ماشي طبيعي بعض المرات كيخاف انه ما يمتعش الزوجه ديالو. هاد المخاوف كاملة حتى هي كتقدر تأثر لنا على الانتصاب وكتقدر تكون حتى هي واحد الطريق اللي ربما خصنا نكتشفوها ونشوفوا اشنو كاين فيها. كنشكركم كتير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.